بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى استقلال بلاده واعرب سموه في البرقيه عن اطيب تهانئه وتمنياته لفخامته بموفور الصحه والسعاده ولشعب الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد محمد ولد بلال رئيس الوزراء الموريتاني